ثم أحبائي يقول الكتاب كونوا رحماء كما أن أباكم هو رحيم، أي أن يكون لنا نفس الصفات، صفات الملك، كمال الرحمة أيضا. ثم يقول الكتاب المقدس تكونون قديسين لأني قدوس الرب إلهكم في شريعة موسى في سفر اللاويين. واقتبسها الرسول بطرس قال كونوا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. بيتكلم عن كمال القداسة، فالرب يدعونا للكمال، وعندما يدعونا للكمال هي بالواقع يعني هاي الدعوة بتقودنا للانكسار، للانسحاق، للتواضع، لأنه فعلا بقدرتنا بقوتنا بحكمتنا مستحيل، impossible c'est pas possible، يعني مستحيل الإنسان يصل لكمال المسيح، لكن نسعى كل يوم حتى نكتمل بكمال يسوع المسيح. هي الرب بيدعونا للكمال. خلينا نتذكر إنه المسيح هو برنا، يعني جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله في المسيح، بر الله. فهذا البر أحباء المكتسب من خلال عمل يسوع المسيح، فينظر الله من خلال ذبيحة المسيح فيرى أننا أبرار، أصبحنا بر الله في المسيح، والمسيح هو كمالنا، نتكمل بيسوع المسيح، والمسيح حكمتنا لأنه نستمد هذه الحكمة، والمسيح هو فداؤنا، والمسيح قداستنا، والمسيح أحبائي كل شيء في حياتنا. كلما دخلنا محضر الله نتشبه أكثر بيسوع المسيح حتى نصل إلى حالة النضج الكامل، نكون كاملين بالأخلاق، ساعين نحو الكمال الأخلاقي، كمال يسوع المسيح.